موقع أيوة هيك النت يا بلاش. من هنا أبدأ بتحقيق حلمي. هذا عنوان اليافتة المعلقة على أعلى بناية مدرسة أورت للعلوم والقيادة دالية الكرمل. فمن يتجول في المدرسة أثناء ساعات الدوام سيلاحظ الانضباط والاحترام المتبادل بين المعلمين للطلاب. مدير ينخرط مع الطلاب ومعلمين يتعاملون بصداقة مع طلابهم. إدارة أورت للعلوم والقيادة هي نتيجة خبرة تشهد لها السنين، فالمهنية والمصداقية في التعامل مع الطلاب سر نجاح أقوى المدارس. بالنسبة لنا كانت سنة رائعة، أما قبل ما نحكي على السنة الرائعة نحن بحب نهنيكم في موقع جديد، موقع أيوة، ونتمنى لكم طبعا النجاح من خلال الموقع تبعكم، وتقدروا من خلال الموقع كمان تعطوا الصورة الحقيقية على المجتمع تبعنا من كذا نواحي. بالنسبة لسؤالك، نحن مرقنا الأربعة أشهر في مدرستنا الجديدة أورت العلوم والقيادة. بالنسبة لنا كانت فترة رائعة جدا مع طلابنا من شعب السوابع والثوامن والعواشر. أنا حاسس قديش هن ملتزمين للتعليم وللدراسة في مدرستنا، وقديش مهتمين إنه يرفعوا المستوى التعليمي تبعهم، ونحن على أتم الاستعداد حتى نقدر نعطيهم بما يستحقون حتى يقدروا يوصلوا في نهاية الطريق المعدلات العالية، ويقدروا يخوضوا في المستقبل إن شاء الله التعليم الأكاديمي العالي، ويكونوا منخرطين في المجتمع بشكل صحيح، ويتعلموا المواضيع اللي كلياتها بنرغب إنه يتعلموها كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها من المواضيع الشيقة والرائعة اللي احنا بنطمح كلياتنا إن طلابنا طبعا يحققوها ويوصلوا لها. تفضلت وحكيت المدرسة هي مدرسة جديدة، والأولاد اللي جايين عليها جايين فيهم في نشاط بشكل غريب جدا، والمعلمين الطاقم المعلمين الموجود عندنا هو طاقم مميز اللي حطوا سبعينه انه نجاح الطلاب في هاي المدرسة الجديدة، أولا نجاح الطلاب لهم، بعدين نجاح الطلاب والنجاحين عمليا بيتبقوا مع بعض. زي ما قلت في البداية انه الطلاب نحن طالعين معهم درجة درجة، لأنه المدرسة هي مدرسة متطورة اللي بتطلع من صف عاشر للحادي عشر للثاني عشر، والعادات اللي نحن عم نصنعها في الطلاب هي موجودة أصلا موجودة معهم من المدرسة الابتدائية، نحن عم نقويها وعم بنشدد على أشياء معينة نحن شايفينها لازم تكون موجودة عند بين طلابنا، منها النظام والانضباط السلوكي والأخلاقيات، بالإضافة إلى التعليم اللي لازم يكون عندنا بشكل مكثف ومركز، لأنه من اسمنا نحن مدرسة قيادة وعلوم. فمدرسة القيادة عم نخلق شباب اللي هن في عندهم روح التطوع في المجتمع، اللي يقودوا في المجتمع للمستقبل أفضل. من ناحية العلوم هي مدرسة اللي في صفحتها هي صفحة العلوم اللي نحن بحاجة لها في عصرنا الحديث الحاضر، منها البيولوجيا والكيمياء والفيزياء، طبيعي لا ننسى كمان اللغات اللي هامة جدا، خاصة اللغة العربية، أنا اسمي حسنت اللغة العربية. فطلابنا من المستويين مستوى القيادي والسلوكي الحمد لله في أحسن حال، وفي المستوى التعليمي كمان نحن شايفين طلاب ممتازين ورائعين بشكل كبير. نحن بنآمن إنه آداب الدين قبل الدين، يعني حكينا على الناحية التعليمية قديش بيهمنا نشد عليها، ولكن إحنا عم نشد أكثر كمان على ناحية القيم اللي الطالب لازم يكون ملتزم فيها في مدرسته، وحتى المدرسة تنجح لازم يكون فيها قيم. فأنتوا لاحظتوا اليوم في فرصة مع دق الجرس طبعا كيف الطلاب كلها بتقوم من محلاتها لصفوفها، بتتجهز في صفوفها قبل ما يبدأ الدرس. هذا إشي عنا من أول السنة نحن موجود، وهذا هو منهج اللي نحن نهجناه، وبتأمل نحن نستمر فيه. وطلابنا كثير متعاونين معنا على إشي اللي هو عمال يعود عليهم بالفائدة، يعني عمليا اللي شفتوه اليوم في الفرصة والنهج الصحيح اللي كان والانضباط اللي كان جميع الطلاب هو مؤشر إيجابي اللي احنا عم نحاول نشتغل عليه ونتأمل انه يستمر. اولا الروح التطوع
التطوعية الموجودة عند المعلمين، يعني لا يكفي إنه المعلم يجي على المدرسة مشان يعلم، حتى لو كانت معه جميع الشهادات الموجودة، إذا المعلم ما في عنده الرغبة وما في عنده الاستعداد إنه يضحي ويقدم ويعطي، فعمليا كل الشهادات هاي بنقدر نخبيها في الخزانة. اللي أنا بقوله إنه المعلمين اللي عندنا، الطاقم الموجود عندنا، عنده روح التضحية، عنده روح العطاء، حب العطاء، ومستعد يعطي كل الغالي والطيب مشان الأولاد يرجعوا في أحسن مستوى. فعلا هذا نحن ما شايفينه، مشان هيك المدرسة عندنا مميزة، مميزة في معلمينها، مميزة في طلابها، مميزة في أهلها، مميزة في كل الزوار بيجوا لعنا، وأهلا وسهلا فيكم. المدرسة مش بس بتعلم تعليم حسب منهج وزارة المعارف. المعلم المدرسة هي كمان مكان اللي فيه تعطي إثراء للطلاب في جميع المجالات. نحن السنة هاي قمنا في كذا دورات، دورة القيادة الشبابية عن طريق مركز أشرف خرطان، احنا قمنا في فعاليات لا منهجية عن طريق التطوع في المجتمع والالتزام الشخصي عند طلابنا، عشرات الطلاب متطوعين في المجتمع عندنا. نحن قمنا كمان في دورات تعليمية لطلابنا في معهد المداتك في حيفا لأكثر من لقاء واحد، حتى كمان نثر طلابنا في مواضيع العلوم والتكنولوجيا، وعد عن الدورات الصغيرة اللي كانت اللي كل أهدافها هي صقل شخصية الطالب بشكل صحيح وبناء طالب قيادي اللي يخدم مجتمعه ويعطي من أجل مجتمعه. طلابنا بذات الكامل طلاب رائعين في كل معنى الكلمة، طلاب اللي جدا متعاونين لمصلحة المجتمع، أي مهمة عملها تلقى عليهم عم يقوموا في العمل فيها على أحسن وجه. طلابنا رائعين ومميزين، طلابنا حابين إنهم ينجحوا، أهالينا وأنا كثير سعيد إني شايف عندهم التربية هي في أول سلم الأفضليات وعم يشتغلوا معنا بالشكل الصحيح حتى نرفع من مستوى المدرسة لمصلحة الطلاب هون ولمصلحة المجتمع عامة. نحن بدورنا نفتخر بهذا الإنجاز وندعو جميع سكان البلد دعم هذه المدرسة التي تعود بالفائدة على أبناء هذا البلد ومستقبله.